أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه القراءة السريعة لأبرز وأهم عناوين الصحف الصادرة في الجزائر بفقرتها الأولى، وننتقل كما تعلمون إلى الفقرة الثانية وهي قراءة في الصحف الصادرة في منطقتنا المغاربية، تونس، المغرب، وموريتانيا وليبيا. وأخيرا نختمها بفقرة الصحف الكاتبة بالفرنسية، ونختمها ختامها مسك ببعض الرسومات أو الكاريكاتيرات اخترناها لكم من بعض الصحف. إذن كما قلنا، خلينا نبدأ بالصحف الصادرة في الجزائر وبالعربي، ونبدأ بجلدة الخبر التي جاءت بهذا الخبر اللي سوف يكون موضوع برامجنا اليوم، ثدييات وميكروسكوب والعمق. هذا الخبر أو هذا المقال الخطير كما وصفه الكثير من المراقبين، حيث الخبر تقول أن السفير الإماراتي في الجزائر شخص غير مرغوب فيه، يقف وراء تخريب العلاقات بين البلدين وتسميمها حسب الخبر. وفي المقال الداخلي تقول الخبر أن عموما أي توتر في العلاقات بين شخصين أو دولتين إلا وتجد طرفا ثالثا يقف بالمرصاد حسب الخبر. هذه بداية مقدمة الخبر. بعدين انتقلت إلى شيطنة هذا السفير، حيث تقول أن المثل أو يكون مثل نزع الشيطان الذي يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وذلك بالفعل ما كان يقوم به سفير دولة الإمارات في الجزائر. هذا بس سمعوني، يعني هذا جاي في مقال الخبر. يوسف سيف خميس سباع العالي، هذا اسمه السفير الإماراتي، الذي لم يدخر لا جهده ولا وقته في تسميم العلاقات، متجاوزا كل الأعراف الدبلوماسية وتقاليدها، وضربا عرض الحائط أصول الضيافة. وتستمر الشروق في المهاجمة، تقول أنها وتشير معلومات مؤكدة. ما معنى هذا الكلام المؤكد؟ هل من مصادر مؤكدة؟ المهم لم تفصح بمصادرها منين جاءت هذه المعلومات ولا الأدلة، ولكن المهم التهم تستمر. تقول أن تلك المعلومات بين قوسين المؤكدة، الخبر يعني إذا كان نشوف الخبر نبخاف الخبر، أن معلومات مؤكدة أن الشرير حسب الخبر الشرير وليس السفير، لأنه فقد بما يفعل وظيفته الأساسية، يقف بنسبة 80% من جل المشاكل وحدة التوترات في العلاقات بين الجزائر والإمارات، ناسية الخبر أن السفير سفير أي بلد ويتكلم باسم بلده. يعني إذا كان هذا السفير يتكلم باسم الإمارات، لأنه مخول واعطي الأوامر من طرف دولته باش يتكلم بصفة سفير لدول الإمارات، وقد اعتمد في الجزائر من طرف السلطات الجزائرية. هذه ربما ملاحظة مهمة. المهم كما قلنا، هذه الاتهامات وهذا مثل هذه المقالات سوف نعود إليها في حصصنا المقبلة إن شاء الله، كما قلنا في تديانت ميكروسكوب والعمق. نبقى في الخبر. في عناوين أخرى في الرياضة، الخبر تؤكد أن الأندية الجزائرية تجتاز الأدوار التمهيدية بصعوبة في غياب استقرار التعداد ونقص المنافسة كما تقول الخبر. ربما في موضوع آخر تقول الخبر أن أزيد من 380 مليون دولار صرفها الجزائريون لاقتتات السيارات، استيراد أكثر من 26 ألف سيارة أقل من 3 سنوات، والوكلاء استوردوا سيارات جديدة بقيمة تفوق المليار دولار حسب الخبر. ودعوات للبرلمان للعب دوره الرقابي وتأجيل الكشف عن رزنامة الدورة الجديدة للبرلمان. هذا ما جاءت به جلدة الخبر. ننتقل إلى جلدة الشروق اليومي. في الشروق نقرأ ورشة مفتوحة للنهوض الاقتصادي خلال العهدة الثانية، افتتاح الدورة العادية لغرفتي البرلمان تزامنا مع الدخول الاجتماعي، كما شفنا البارح يعني في حصصنا التحاورية، شفنا جبنا كلام جوجيل وبوغالي
كان فيه حوار مع ضيوفنا الكرام وعطوا رأيهم في مثل هذه تصريحات المسؤولين اللي كوبي يعني وشفناه في العدة الأولى ما تغير شيء، رغم كما قال الضيوف البارح رغم ما الرسالة التي أعطاها الشعب الجزائري للنظام في 7 سبتمبر كانت فيه مشاركة ضئيلة جدا، وكانت رسالة قوية للنظام أن هذا الطريق لم يختاره الشعب الجزائري، ولكن نشوف أن العهدة الثانية سوف تكون استمرارية للعهدة الأولى. في مقال آخر لشروق اليومي، كل ما يهم الراغبين في مسابقة التربية، شروق تنشر تفاصيل الوثائق والرزنامة الزمنية المحددة في من الوزارة. ربما هذا مقال للمعنيين بالأمر، روحوا شوفوا مثل يعني الوثائق اللازمة في هذه المسابقة. ومصادرة جميع أملاك وعقارات حداد وكونيناف المخفية حسب هذا المقال تاع شروق. الإخبارية جريدة أخرى جزائرية، الجزائر استرجعت مكانتها ولا تنتظر دروسا من الخارج، نفس الخطابات من طرف هؤلاء المسؤولين. جوجيل اللي قال هذا الكلام، وبوغالي ليس ببعيد حيث يقول أن نعيش فترة استثنائية وتحديا كبيرا لبناء الدولة العصرية. فيما يخص السيول التي اضطربت الكثير من المناطق خاصة الجنوبية، الإخبارية تقول أن مع التعجيل في عودة الخدمات الحيوية الأساسية بالولايات المتضررة، السيول تتسبب في خسائر كبيرة، والرئيس يأمر بتعويض المتضررين. مئات الشهداء في أعنف قصف صهيوني على جنوب لبنان. أما رئيس الجمهورية فهو فقد كرم أو سوف يكرم أبطال الألعاب البارالمبية بباريس 2024. الجزائر تدعو لإعادة بناء الثقة بين منظمة الأمم المتحدة وشعوب العالم. هذا عنوان جميل، يعني إذا كان صح إعادة بناء الثقة بين منظمة الأمم المتحدة وشعوب العالم. ولكن الأولى ربما كما يقول بعض المراقبين، الملح لو كان نبني أو ندعو أو نجتهد لإعادة بناء ثقة بين الشعب الجزائري ونظامه، وهذا ما شفناه كما قلت في 7 سبتمبر، ربما كان فيه طلاق بين الطرفين، والجزائر تحتاج إلى إعادة بناء ثقة، والنظام على باله جيدا ما هي الشروط لإعادة هذه الثقة كما يقول الخطأ. الموعد اليومي هو ثاني عاد إلى تصريحات مسؤولي أو رؤساء رئيسي الغرفتي البرلمان، حيث تقول الموعد أن أشاد بالبرنامج الطموح الذي خطه رئيس الجمهورية خلال تأديته اليمين الدستورية. بوغالي يقول الجزائر أضحت ورشة مفتوحة لتحقيق النهوض الاقتصادي، وكما قال الجزائر حققت العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة. ما شاء الله، والله يعني مثل هذه العناوين، هل هي عناوين تخص الجزائر أو عناوين تخص بلد آخر؟ التوزيع العادل للثروات هذه مليح، يعني لو نسأل هذا السؤال عموم الشعب الجزائري، هل يحس أن فيه توزيع عادل للثروات؟ هذا سؤال كبير يعني يطرح في الجزائر. وأما البرلمان ينتظره تحدي كبير لبناء دولة عصرية. الجزائر تبون يكرم الرياضيين الذين شرفوا الجزائر في الألعاب البارالمبية في باريس 2024. وأخيرا نختموا بالديوان، ديوان العهد الثاني لرئيس تبون. هذه كما قلنا افتتاحية الدورة البرلمانية العادية أمس في بغرفتيه كما شفنا في البرامج البارحة. إذن الديوان تقول أن العهد الثاني لرئيس تبون بداية لإنجازات جديدة، يعني إنجازات جديدة إضافة للإنجازات الكبيرة اللي شفناها في العهد الثاني الأولى كما هم يقولون. وربما الشعب خالفوا من رأي في 7 سبتمبر، لأن 7 سبتمبر جاء المصدر يعني العلاقة بين الشعب والجزائر والنظام، رغم ما يقوله النظام. ولكن شفنا
هما اعترفوا ب 23%، الكثير يقول انا ربما نسبة قليلة بكثير، وصلت الى ربما 5 إلى 10 أو حتى 18%، رغم الترسانة رغم الإمكانيات النظام، ولكن باش تحقق هذه النسبة هذا دليل ان ربما الشعب الجزائري حب طريق اخر، حب نظرة واحدة، حب تسيير اخر خالف يعني ما شفناه في العهده الثانيه الاولى وما شفناه الان في الايام والاسابيع الاولى من العهده الثانيه. هذا كان قراءه لبعض عناوين الصحف الجزائريه الصادره في الجزائر. كما نذكركم مره اخرى ان سوف نعود الى ما قال هذا الخبر حول السفير الاماراتي الذي اصبح حسب الخبر شخص غير مرغوب فيه. هذا هو المقال الوحيد فيما يخص هذا السفير، ما شفناش حتى الان ما صدرش اي تعليق رسمي من السفاره من الدولتين، يعني من النظام الجزائري وراي الخارجيه وراي المسؤولين وحتى من طرف الامارات. اذا هذا هو الموضوع سوف نعود اليه ان شاء الله هذه الامسيه في برامجنا التحوريه المغار اسمه ثديان ميكروسكوب والعم. خلينا الآن ننتقل إلى فقرة ثانية فيما يخص الصحافة المغاربية. تحية طيبة، عرض موجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية بداية من تونس وصاحبة الشروق. في سوسة والمهدية والقيروان ونابل وقفصة أمطار طوفانية تغرق الشوارع والدروس تتوقف. برلمانيا الحسم في تعديل القانون الانتخابي في جلسة الجمعة، البرلمان يقر دورة استثنائية. والجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى 600 من أصحاب الشهائد العليا مهددون بالبطالة. عربيا مئات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية، يوم دام في لبنان. وإلى صحيفة المغرب، في دوائر الاضطهاد محليا ودوليا، ما معنى أن تكون تقدميا في تونس تتساءل الصحيفة. ومع التقلبات الأحوال الجوية تعنون صحيفة المغرب، البنية التحتية في حالة عجز يكشفها تهاطل الأمطار سنويا. تصنيف تونس عالي المخاطر مستمر منذ 2011، عوامل تحسنه تتقدم ببطء. وفي الدورة الرابعة لمهرجان نوات، التزام ونضال من أجل حياة أفضل. وجمعيات مهتمة بالانتخابات توجه رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب. وإلى موريتانيا وصحيفة الأخبار، الرئيس الموريتاني غزواني يقول الشعب الموريتاني لن ينسر الكويت تسوية ديونها. فقد أكد الرئيس محمد ولد غزواني أن الشعب الموريتاني لن ينسى للشعب والحكومة الكويتيين التسوية التاريخية لملف الديون المتراكمة على موريتانيا. وأعرب غزواني خلال لقائه في نيويورك مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الصباح باسم الدولة والشعب الموريتانيين عن تقديره لما تقدمه الكويت لموريتانيا من المساندة والدعم. محليا، تجار التجزئة في موريتانيا يحتجون ضد الأسعار الجديدة ويطالبون بمراجعتها. وتعميم في موريتانيا يمنع الهيئات غير الحكومية من ممارسة التكوين في مجال الصحة. وإلى ليبيا وصحيفة الوسط، كريم خان يقول الكشف عن أسماء متورطين في جرائم داخل ليبيا قريبا. فقد أكد المدعي العام للمحكمة الجناية الدولية كريم خان الانتهاء قريبا من إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمدينة نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن كريم خان قال بأن خطتنا مع 2025 هي تعميق التعاون مع السلطات الليبية وفتح مكتب في طرابلس. وفي بيان مشترك، 10 دول غربية تتعهد بمواجهة الإفلات من العقاب في ليبيا وإحباط تهريب وقود وسلع عبر منفذ راس جدير الحدود بين تونس وليبيا الذي تم افتتاحه مؤخرا. نبقى في ليبيا وصحيفة الصباح، التوجس يتضاعف بشأن ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازي رغم تراجعه قليلا في تعاملات الأمس.
وفي استطلاع للصحيفة بسبب الإهمال، المكتبة المدرسية أضحت حصة منسية، والمكتبات الرقمية حلم بعيد المنال. المكتبة المدرسية رافد ثقافي وجه الاندثار بعد أن أضحت حصتها من سياحة. عربيا، جيش الاحتلال يستعد لاجتياح بري لمنطقة البقاع شرق لبنان، وحزب الله يرد بالصواريخ بعد تنفيذ 300 غارة جوية وعملية قصف. ختاما من المغرب، وصحيفة الأخبار، فيديو تحرش جنسي وتعنيف فتاة يثير ضجة بمدينة طنجة، إيقاف قُصّر وأبحاث حول متورطين آخرين، ووجبة عشاء ترسل طلبة بمعهد البريد والمواصلات المستعجلات في مدينة الرباط. عشرات الطلبة تعرضوا لتسمم غذائي وأغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاجات. في صدر صفحتها الأولى تعنون الأخبار: اختلالات مالية خطيرة بمجلس إقليم مولاي يعقوب بفاس، لجنة افتحاص رصدت تلاعبات في الصفقات وسندات الطلب، والكلاب الضالة تغزو شوارع وأحياء سلام جديدة، تجوب الأزقة وبعضها مصاب بأمراض وتهدد سلامة المارة، وتواصل عمليات البحث عن مفقودين بوديان مدينة طاطا، الكلاب المدربة للدرك الملكي تمشط المنطقة بحثا عن المفقودين. إلى صحيفة الأحداث المغربية، لجنة التحكيم والأخلاقيات تحقق في قضية أبو الغالي. الملف أبو الغالي يمتحن صلابة الجرار حزب الأصالة والمعاصرة، وتوقيف زعيمة أكبر شبكة للتسويق الهرمي. الشبكة روجت ملايين الدراهم وتواجه اتهامات بالنصب من ضحايا فقدوا أموالهم. للإشارة، فهذه الشبكة قد استولت على ما يزيد من 10 مليارات سنتيم لمواطنين مغاربة في الداخل والخارج يفوق عددهم 1 مليون شخص. والمغرب يهيمن على جوائز الابتكار، ومحليا العزل يتهدد رئيس مقاطعة ونوابه بعد توقيفهم عن مزاولة مهامهم من طرف والي مدينة طنجة. ختام هذا الموجز في أبرز عناوين بعض الصحف المغاربية. خلنا الآن، شكرا لأخ، فقرة المغرب. ننتقل الآن إلى الفقرة بالفرنسية والصحف الناطقة بالفرنسية والكاتبة بالفرنسية الجزائرية. نبدأ بهذه الصحف الصادرة بالكاتبة بالفرنسية، سوار دالجيري والوطن، حيث الموضوع البارز لصحيفتين هي اتهام دريونكور. دريونكور اترابي بار لا فيلا الزبوج، اي الوطن الدي كو دريونكور بري لا مان دون لو ساك. دونك لي دو تيتر اكوز دريونكور دابري سكون لو دون لو سوار دالجيري اي الوطن، كوم كوا يا دي انديس ريكويي فون ايتا دو لامباسادور كزافي دريونكور ايون سيرفي ا دو ريبريز، بيسكيل c'est un ex-ambassadeur de France en Algérie en deux reprises, 2008 à 2012 et 2017 à 2020, a été impliqué, d'après le Soir d'Algérie et le Watan, dans une transaction frauduleuse mêlant fausses déclarations, abus de fonction, corruption et fraude fiscale, engendrant un manque à gagner concurremment pour les trésors algériens et français. La question, c'est pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant pour sortir ce dossier. Ça, c'est une question. La deuxième question, quand le Soir d'Algérie dit que des indices recueillis par qui, quels indices, ça, c'est des questions que beaucoup vont poser. De toute façon, sur les faits, d'après le Soir, le suscité, M. Dureyancourt, alors ambassadeur de France en Algérie, avait réalisé une vente d'un terrain de 10 000 m² sur la rue Sifanja à Albiar. Et d'après le Soir d'Algérie, cette somme a été sous-évaluée de 50 milliards de centimes. Soit, il l'a acheté à 45 000 dinars algériens mètre carré au lieu, alors que le service de domaine zone Albiar estimait ce terrain à 230 000 dinars algériens mètre carré. Le Watan aussi revient sur ce sujet.
مي الوطن اوموي لا اكسبليكي سون بوين دو في بارابور ا سيت بيرسوناليتي ديبوي سا ميز ان روتريت دابري الوطن يكو السوال دالجير نا با فريمون insisté sur ce point, c'est que cet ancien ambassadeur de France à Alger ne rate aucune occasion pour tirer à boulet rouge sur l'Algérie. Peut-être c'est ça. Voilà. Maintenant, il y a le lien entre ces articles et ce que pense Alger des interventions de M. Drioncourt qui, d'après les autorités algériennes, d'après l'OTAN et les journaux algériens, c'est d'après eux, il tire à boulet rouge sur l'Algérie. Une année à peine après sa mise à la retraite, il s'est mis à écrire un livre, L'énigme algérien, consacré à ses années passées à Alger en tant que chef de la mission diplomatique pour Al-Watan. Il multiplie les déclarations, contributions, analyses et interviews sur l'Algérie en utilisant des expressions violentes, voire choquantes pour un ambassadeur fraîchement admis à la retraite. Les critiques de M. Diancourt qui dérangent apparemment les autorités algériennes, c'est ce qui fait que peut-être il y a beaucoup qui vont dire que ces articles, ces attaques contre Diancourt, le timing, le moment aujourd'hui, c'est que sont pas anodins, sont bien tombés pour essayer de discréditer cette personnalité. Ça, comme je l'avais dit, c'est l'avis de beaucoup d'observateurs. Le timing, pourquoi maintenant? Pourquoi ils ont attendu jusqu'à maintenant? Puisque les faits étaient durant son poste, en tant qu'ambassadeur de France en Algérie. La même chose que les autres articles de l'Khabar, hein, l'Khabar qui attaque aussi l'ambassadeur des Émirats arabes, quand on attaque un ambassadeur, c'est qu'on attaque directement le pays. De toute façon, même cet article, même ce sujet, on va y revenir ce soir, Inch'Allah, dans nos programmes Tadiyat, Microscope et Al-Umq. Donc, on est arrivé à la fin de cette petite lecture des journaux algériens qui écrivent en français. Et, قبل ما نتفرقوا أعزائي المشاهدين, خليكم مع هذه الرسومات اخترناها لكم من بعض الصحف الجزائرية. وإن شاء الله الموعد يتجدد غدا. نقول لكم بقوا على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.